السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، اليوم راح ناخذ مثال ثاني للأسيرت. فعندنا هذا المثال اللي هو عبارة عن الزواج المارج. سوينا defects سميناها marriage، وعندنا هذه اللي هي slots. طيب عندنا أربع منهم. طيب أو نوع واحد يعني من الصلات، وكل صلات فيها كم؟ ثلاث قيم. فأول قيمة اللي هي علي، زي ما تشوفون هنا في هذه الكومنت اللي فوق، حطيت S اللي هي هنا للحالة، وال P اللي هو ال parents الوالدين، وال sons اللي هو الأبناء، وهنا حطيت ال ID marriage. خلاص، فاللي أبغى أسويه أقول مثلا علي هو أو أحمد هو أبو علي، is the father of علي، وعثمان is the father of سارة، ورنا is mother of أحمد، والسلوى is mother of خالد. فاللي أبغى أسويه في البرنامج أبغاه يطلع لي الاثنين اللي متزوجين ويحطهم ويسوي slot هنا ثانية ويسميها marriage أو married، يعني إنهم متزوجين. طيب فاللي راح نسويه هنا نكتب رول او ديف رول عفوا، ونسميه مثلا R1، ونجي هنا ناخذ الصلات الاول كوبي كنترول V، ونسوي له متغيرات. طيب هي ثلاثة سلوت، أو خلينا نحط اثنين عشان في خطأ أبغى أنبهكم عليه. فالأول اللي هو النيم اللي هو الفاضل خلينا نقول، والثاني اللي هو الصن. طيب نجي ننسخ هذه كوبي، وهنا نلصقه من جديد، ونقول إنه للماضر، ونسمي هذا المتغير F، وهذا أو خلينا نسمي هذا father sons، وهذا mother sons. طيب وهنا نسوي تيست، نقول أو عفوا مو إحنا نبغى ال ID marriage ما نبغى ال son، فنيجي نقول اللي هو نسميه ID marriage، الوين ال ID marriage للفاذر، وهذا ال ID marriage للماذر الام. طيب ونسوي هنا تيست لمين؟ نقول انه equal لل ID MF، وال ID marriage حق الفاذر يساوي ال ID marriage حق الماذر. طيب فنيجي هنا نقول إذا كان هذا صحيح التست، فايش نسوي؟ نيجي نقول إن هو هنا نسميه إيش؟ assert ايش نسميها marriage او married، منهم المرد اللي هي ال F وال M اللي هو الفاذر والماذر، الفاذر married للماذر اذا كان ال ID marriage متساويين. طيب فنخزن هذه، نقول هنا save، وهنا نسوي load. ايش سميناها احنا؟
اسمها F11. لود لف 11. ونسوي له open true. هو في خطأ والحين راح نشوفه، بس خطأ منطقي مو برمجي. فنجي نقول control reset، control reset و control r. طيب هو ما طبع لنا اي ناتج لان ما حطينا امر الطباعة، فلو نيجي هنا نسوي امر الطباعة اللي هي مثلا الفاكتس، اطبع لي الحقائق الموجودة. فلو نيجي نشوف طبع لي الحقائق نفسها اللي هي علي واحمد، علي وعثمان ورنا وسارة. فلو نيجي نلاحظ في البداية هنا is father و is mother of، لكن ما ضاف merit، رغم انه في عندنا هنا 1 2 3 ال id marriage متساوي مع 1 2 3 مع رنا. فالمفروض يضيف علي ورنا، يعني merit علي ورنا، علي ورنا متزوجين لان ال id متساوي حقهم. طيب لكن ايش الخطأ؟ الخطأ انه لو نشوف السلوت هذا اللي هو is father كم في قيم، 1 2 3 ثلاث قيم قدام، لكن هنا قلنا عندنا اسمه سلوت اسمه father of وما في الا قيمتين اف اللي هي الاولى والثانية، لكن اللي عندنا هنا فيها ثلاث قيم، فلازم اضيف القيمة هذه اللي في النص عشان يعرف انه هذا السلوت هو المقصود به هذا السلوت. طيب فنجي هنا نقول نضيف متغير ثاني نسميه مثلا الصن، الفاذر صن، وهنا المذر صن. طيب فلو نجي نخزن ونسوي امر الطباعة من هنا، نكتبه كذا، نقول انه facts، يعني بعد ما يخلص يطبع لي اياها على طول. تقدر تكتبها بهذه الطريقة وتقدر تكتبها كذا افضل عشان يتنفذ معاك الامر على طول. نحطها في رول ثاني، نقول انه def rule r2، وهنا نقول ما في الا بس الفاكتس يطبعها، ونقفل القوس حق الرول. طبعا انتبهوا للاقواس، يعني ترى كثير الواحد يلخبط فيها. فنقول كنترول سيف، ونيجي هنا كنترول ال، ترو ما في مشاكل. فلو نيجي نقول ريسيت ورن، لو تلاحظون هنا اضاف علي ميريد رنا، ليه؟ لانه الاثنين عندهم نفس الاي دي. طيب في طريقة ثانية لتنفيذ هذا البرنامج، انه نمسح هذه التست، وهنا نقول الاي دي والاي دي، ان الاي دي الاثنين متساويين، اذا الاثنين متساويين نفس المتغير، يعني نفس القيمة اللي حتكون هنا وهنا. ايش تسوي لي؟ تسوي لي اللي هي امر الاسيرت. فنقول كنترول سيف، وهنا كنترول ال، ترو ما في اي مشكلة، كنترول ريسيت، وبعدين كنترول ار. شوف يتنفذ معك نفس الطريقة حقت التست، انه بس اللهم انه قلنا خلي المتغيرين متساويين نفس القيم، نفس المتغير هنا يكون هنا. فأتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.